انا عايز اتكلم معاك من بدايه المرحله الاحترافيه. لو اننا بنشوف يمكن مشاريع تخرج لسنين لسه طلبه لسه ما تخرجوش، تحس ان المشروع محترف. انت مرحله الاحتراف دي بداتها وانت في الكليه ولا بعد ما اتخرجت؟ اقدر اقول بدات احتراف من وانا في الكليه، يعني انا بدات ان يكون ده شغلي، ان يعني انا اعرف اشتغل من الفن التشكيلي واكسب منه من وقت ما انا في الكليه. يعني الاحتراف احنا بنقعد 5 سنين في الكليه، فطبيعي جدا ان اكون يعني بحتك بكل المجالات بقى الخاصه بشغلي، يعني بكل النواحي بقى. فلازم بعد 5 سنين يطلع خريج محترف تماما.